Wake up. Wake up. Wake up. المقري أبو زيد: لا توقدوني فأنا أحتفل بعيد 18 من النوم في عش البرلمان. هل يغير المقري أبو زيد الإدريسي بوصلته من الضفة الغربية إلى ضفة بوسبير ودرب بطويل بالبيضاء؟ البيوت بهذه الضفاف حضرة البرلمان النائم لا تسقط على سكانها بسبب صواريخ الاحتلال الإسرائيلي، وإنما بصواريخ احتلال بي جي دي لعقول الفقراء المخدوعين بالوعود. الدار البيضاء التي وضعت مقاطعاتها في طبق من ذهب بين أيديكم التهمتم لحمها ولم تتركوا إلا سكولات. مدينة أصبحت اليوم شبحا. المقري أبو زيد يحتفل هذه السنة بعيده 18 وهو نائم بعش البرلمان، لا يحارب الفساد ولا يغار إلا على فلسطين واللغة العربية، ولا يحارب في دماغه إلا طواحين المطبعين والفرنكوفونيين والأمازيغيين مثل بغل الطاحونة. المشاهد البشعة للبيوت المنهارة في أحياء الهشاشة بالبيضاء توحي بصور الدمار والمآسي والفواجع. لم تحتاج إلى دبابات وصواريخ وفيالق عسكرية، بل إلى وعود كاذبة كانت كفيلة بالإجهاز على أحياء بكاملها. فماذا ينتظر المقرئ ليلعن الشيطان الرجيم؟ وبخصوص محاضرة للترترة في هذا الملف الإنساني الذي فاحت رائحته من مكتب العمدة ويرفع سبابته ويطالب بمحاسبة المسؤولين، بداية منك، لأن الدفاع عن المقربين أولى من التظاهر بالدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني بالكوفية لا بالسلاح. الأولى الدفاع عن الشعب البيضاوي الذي بنى للمقري جسرا من لحمه ودمه ليصل إلى مغارة الريع. حين يزور أبو زيد حي بطويل أو بوسبير بالبيضاء، لن تجمد عضويتك في الحزب فقط، بل تجمد في مكانك أمام الأسر التي تنام في العراء. 18 سنة وأنت تناضل في قضايا خاسرة ومجانية. 18 سنة هو اليوم عمر شاب اشتد عوده ويخوض معترك الحياة. 18 سنة أنت ضيعتها في الخواء، وأشهر صورة عالقة في أذهان المغاربة هي صورتك وأنت نائم. واصل نومك، فالانتخابات على الأبواب، ولا ندري أين تسقط مظلتك هذه المرة بعد مدينة الجديدة التي أحرقت فيها جميع السفن العودة.